حمودة علي، وهو والد اللاعب المرحوم بلال بن حمودة الذي أحيينا البارحة الذكرى السنوية الأولى لوفاته بعدما كان لاعباً في فريق اتحاد الجزائر. اللاعب بلال بن حمودة توفي وهو عائد إلى بيته إثر تربص رياضي العام الماضي. نستقبل من طرف السيد رئيس الجمهورية وفي هذا إجلال لذكرى اللاعبين ممن صنعوا الأمجاد.